ادي بسرمين 27/9/2012. مكان سقوط احدى القذائف الصاروخية التي انهمرت على البلدة الساعة 3:30 ليلا. هنا مكان سقوط احدى القذائف الصاروخية التي سقطت على سرمين الساعة 3:30 ليلا. تقطيع أسلاك الكهرباء في الأراضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما يفعله عصابات الإجرام الأسدي لسرمين منذ شهر إلى الآن من قصف عشوائي. سرمين 27/9/2012.